طبعا مشاهدي الكرام في هذه اللحظات فنان الاماراتي سفير فوق العاده النوايا الحسنه اخوي حسين الجسمي. حسين عادي خذ راحتك. طبعا لحظات جميله نشوفها نتابعها مع حسين الجسمي وهو يعني يسلم على جماهيره من اصحاب الهمم، وجودهم المحب جدا في هذه اللحظات الجميله في ليله راس السنه واحتفالات راس السنه في امارات ابو ظبي. عشق كبير ومحبه كبيره للفنان حسين الجسمي من جميع جمهوره من جميع انحاء الوطن العربي. حسين حسين نشوف المحبة يعني بوجوه الصغير والكبير.